يوبيسوفت طورت محرك ألعاب اسمه دنيا إنجن، أيوة دنيا بالعربي، وعملت منه فار كراي 2، ولما طورت منه الجزء الثاني أنتجت لعبة فار كراي 3، واللي زي ما أنتوا شايفين مليانة تفاصيل دقيقة، مؤثرات واقعية، وجرافيك على أعلى مستوى من المحاكاة. فار كراي 3 تجربة عالم مفتوح، وفي نظري من أوائل تجارب العالم المفتوح الناجحة. بيني وبينكم أنا مش من المعجبين بالسلسلة، لكن الجزء ده بالذات كان لي شخصية، ما بتكلمش بشكل مجازي، اللي لعب اللعبة عارف أنا بتكلم عن أنهي شخصية بالظبط. عموما لو عايز تعيش مغامرة في جزيرة معزولة أنصحك تروح جزيرة روك جوا فار كراي 3، بس ماليش دعوة لو ما عرفتش ترجع. فار كراي 3 مميز عن الأجزاء اللي فاتت في حاجة مهمة، ألا وهي الشخصيات. فشخصية البطل مثلا هي شخصية شاب مرفه، الظروف اللي حواليه بتجبره يغير من شخصيته 360 درجة. صراع الشخصيات بيتمحور هنا حوالين السلطة والسيطرة والجشع، واللعبة حققت الكلام ده من غير ما تخل بأي قيمة من قيم الأجزاء اللي فاتت، واللي هي غريزة البقاء وقهر الخوف والضعف في جو من العنف والشرسة. في الجزء ده هتبدأ اللعبة وانت مختار الجانب اللي هتحارب علشانه، لان في الجانب التاني الشخصية اللي كنت بتكلم عنها فاز، القرصان السيكوباتي اللي شغال في تجارة العبيد، والشخصية بتاعته هتشدك من اول مشهد وهتبقى بتلعب اللعبة مستني تقابله تاني. هو وغيره من الشخصيات اللي في اللعبة تم تنفيذها على ايد ممثلين حقيقيين، كل واحد فيهم قام بدوره بشكل بارع ومقنع ايضا. حتى الشخصيات اللي مش هتحبها يوبيسوفت قصد انك ما تحبهاش، على سبيل المثال شخصيات اصحاب بطل القصة واللي هي مجموعة من الشباب التافه، ده بيسند دور شخصية بطل القصة بشكل كبير، حيث انه زي ما قلت شاب مرفه، ولكن اثناء محاولته لانقاذ اصحابه الانتقام من فاس حيتعلم يسترجل عشان يقدر يستمر، والقتل بالنسبة له هيبقى هواية، واللي بيلعب دور كبير في انه يخلي القصة مشوقة اكتر. مش عايز احرق لكم، بس اللعبة في حاجات غير منطقية الى حد ما، وفيها برضو حكايات هتوترك وانت بتلعب، والقصة بالرغم من انها مش معقدة الا انها خليك تتساءل الناس دي ممكن تعمل ايه. الموسيقى في اللعبة عليها عامل كبير في انها تعيشك اللحظة، اذا كنت في وسط معركة فالموسيقى بتحمسك، واذا كنت في مشهد درامي بتهديك وتعلي مزاجك. الحرب في اللعبة دي مش بس حرب عصابات، الحرب في اللعبة دي حرب نفسية برضو. نيجي للحته اللي كلنا بنلعب علشانها، ضرب النار. طبعا فار كراي طول عمرها فيرست بيرسون شوتر من النوع اللي بيديك فرصه كبيره انك تموت اكبر عدد ممكن من الناس، موت ناس اكتر تطور في شخصيتك اكتر، ده غير تطور شخصيه البطل مع كل ده، واللي بيتحول من عيل مرفه بيلعب سكاي دايفنج مع الشله لشاب صايع بيستخدم السنجة وبيمشي على الحيط وهو بيضرب نار الى حد ما. اللي غالبا هيشدك اكتر من الاكشن هو الاستكشاف جوه اللعبه كعاده اي لعبه اوبن وورلد، ولكن على غير العاده عناصر العالم بتاعت فار كراي معموله بدقه، حتى الحاجات اللي ممكن ما يكونش حد هيلاحظها. في بعض مراوغات في اللعبه هتحبطك، بالذات لما تبقى في مهمه والموبات بتظهر كتير حواليك تضربهم وتموت وترجع تاني هما ما ماتوش والطلق بتاعك خلص، ده غير موضوع ان معظم اللعبه بيبقى عايزك تدوس على زرار الهيلينج. لو هنتكلم عن المالتي بلاير فاللعبة مش مميزة قوي في الجانب ده، غير ان في لعب تانية كتير المالتي فيها احسن زي كول اوف ديوتي مثلا او باتل فيلد، دافع هاجم موت اعمل ابجريد للسلاح. بجد شكرا يا يوبيسوفت، مش عارف من غير ما تعمل لنا فيرست بيرسون شوتر مالتي كنا عملنا ايه الحقيقة. الكوبريتيف كمان مش قد كده وغير متوازن من ناحية الصعوبة، لكن لما بتلعب مع اصحابك بيبقى لذيذ، باستثناء اذا كنت هتبقى بتلعب زوجي بلاعبين بس، ساعتها هتزهق بسرعة جدا. It's not the only way to kill you is to erase you completely. It's okay. أي نعم، قصة فار كراي 3 حلوة، الشخصيات كعادة يوبيسوفت مذهلة، بالذات شخصية فاس، بس في بعض الأحداث في القصة غير منطقية هتفصلك، لو هتلعب اللعبة أكتر من مرة العبها بصعوبة أكبر، هتحس إنك بتلعب لعبة تانية، بس ما تكررش اللي أنت عملته في أول مرة. زي ما قلت قبل كده أنا مش من محبي سلسلة فار كراي، ومع ذلك الجزء ده شدني كتير جدا، ومش علشان اللعبة بتديك حاجات كتير تعملها تبقى حلوة، ولكن على غير العادة هتستمتع بمعظم الحاجات اللي هتعملها في فار كراي 3. كلمة أخيرة، اللعبة حلوة، اللعبة حلوة ما فيش كلام.